أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لكل جهد يستهدف تعزيز مسارات الأمن والاستقرار الدوليين وترسيخهما بما يعزز التوجهات التنموية العالمية ويحقق تطلعات الشعوب، مشيرا إلى ما يمثله السلام والتسامح من ركائز مهمة في تحقيق الخير والنماء للأوطان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك لدى لقاء سموه لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك ورؤساء كتلة الاتفاق الإبراهيمي في الكونغرس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار سموه إلى نهج المملكة الذي يستند إلى تكريس مبادئ التفاهم والحوار والتسامح بما يعزز مساعي الاستقرار المستدام عالمياً. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً.